بحث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مع وفد من اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد والحكومة المصرية. وقال الوزير إن الاجتماع تناول المشروعات التي يقوم بتنفيذها الاتحاد، خاصة في مجال نشر نظام الحلال لمنتجات اللحوم والدواجن، لافتا إلى أن الاتحاد أبدى رغبته في زيادة كميات منتجات اللحوم المصدرة من البرازيل إلى مصر. من جانبه أبدى رئيس الاتحاد محمد حسين الزغبي اعتزامهم تنظيم زيارة لكبار المسؤولين البرازيليين لمصر لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك.